أشكر السيد الولي السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بازا وكل أعيان ولاية بازا وكل مواطن ولاية بازا على حفاوة الاستقبال، كما أشكر بعد هذه الجلسة التي استمعنا بها إلى عروض حول مثلا تقدم أهداف قطاع السكن في هذه الولاية الجميلة. أشكر الجميع، ولو أني في عندي كانت عندي بعض التعليمات وأعيد بالنسبة للسكنات الاجتماعية أو إيجار السكن العمومي الإيجاري على بدون تقية وتسير الأقارب كله بهذا النوع من البرامج، أن يعيد تنشيط كل ورشات القطاع آخر أجل نهاية السنة بالنسبة لكل المشاريع المتوقفة. يبقى إذا بدينا من آخر عرض تاع السيد المدير العام للتوحد، اليوم احنا متواجدين هنا في بازا، وهي أيضا مناسبة لتسليم عدد كبير من السكنات. اليوم هذه المناسبة سنسلم أو سيقتني حوالي 1600 مكتتب سكنات بالنسبة لصيغة عدل، بعد ما بدأت الأشغال كلها في سنة 2017. الحمد لله اليوم رانا نسلم عدد كبير من السكنات بعد إيجاد الحل بالنسبة للغاز الطبيعي كما كان يدور في النقاش منذ قليل. في نفس الوقت أقول من وكالة عدل أن تحضر نفسها بالنسبة لموقع 1700 مسكن، اللي اليوم نسلم منه 1200 مسكن، يعني قلنا 500 مسكن. لابد أن تسلم هذه السكنات بمناسبة العيد الكبير للجزائر يوم أول نهار. وهذه تعليمة أطلب من الجميع وأطلب حتى من السلطات المحلية أعطاء يدعوني إلى وكالة عدل. المهم في أول نوفمبر أريده أن يكون عرس كبير بالنسبة لولاية بازا بالنسبة لمكاتبي ولاية بازا. نفس الشيء بالنسبة للموقع الآخر، عندنا أيضا 400 سكن يمكن أن تسلمها. نطلب منكم مع المؤسسات الإنتاج الإداري معكم ضعف وتيرة الإنجاز، ولم يكن فيها دفوبيت ولا دفوبيت، لا بد أن نكون حاضرين تحضيرات تكون كاملة لتسلم هذه السكنات في مناسبة عيد الثورة المقبل إن شاء الله، وهو عيد خاص بالنسبة للسنة كما تعلمون جيدا. لا بد أن يكون قطاع السكن حاضرا في هذا العرس الكبير الجزائري، التاريخ سيذكرها. إذن هذه المعلومة أما بالنسبة للطلبات التي قام بها السلطات المحلية والمديرة بالنسبة للسكن الريفي اللي كان عند الحرس موجه للحرس البلد، ياخذ 95 وحدة سكنية. الوزارة تعطي الموافقة اليوم، يرجع إلى برنامج عادي نتكلم به ويروح للمواطنين بصفة عامة. قرار أخذ اليوم سوف تصلكم نوتيفيكاسيون. في نفس الوقت احنا نحضر البرامج المستقبلية، ولكن مع ذلك قطاع يدعم الولاية اليوم عن أقل 300 وحدة سكنية جديدة من السكن. ثانيا بالنسبة للبرنامج LSPNPI الذي كان أيضا موجه إلى شريحة هامة من مواطنينا والحرس البلدي، رغم أنه كما قلت ما فيهش طلبات إلا 24 طلب، في البقية يعني 226 طلب يرجع إلى الولاية بصفة أيضا عادية للانطلاق في العملية. هذه على الأقل القرارات التي نتخذها اليوم لحل هذه المشاكل. قاعدة مشاكل الغاز كما ذكرنا، نطلب من المؤسسة المكلفة بإنجاز إيصال الغاز إلى مدينة بازا أن تحدد الموعد، موعد الإنجاز أكثر تقدير ب 12 شهر
لكي نصبح الى نسمح لكل مواطنين ولايه او مدينه طازا بالتمتع بهذه الماده الحيويه. نذكر ان هذه الماده عقدت تاريخ استلام سكنات عدن لاجل بسبب هذا مشكله الغاز. اشكر قطاع الطاقه الذي اخذ على عاتقه هذه المحاولات وهذه الحلول التي وجدها، واليوم ان شاء الله يتمتع المواطنين بهذه السكنات لتاكلهم. بصفه عام برامج التنميه بالنسبه ايضا للتجهيزات العموميه، احنا ما ذكرناش الاحياء لكن الاحياء نذكر انها مزوده ايضا بالتجهيزات العموميه بالنسبه للاحياء المدمجه، اما المحل تاع 1200 اللي سلموها اليوم اللي رانا فيه اليوم، اما الحي الاخر اللي فيه 400 ساكن من بعد فيه تجهيزات عموميه. الحمد لله الهدف بالنسبه لولايه طازا بالنسبه للتقديم هو تسليم المنشات التربويه والجامعيه، الهدف وصلناه ما عدا ثانويه واحده التي سيكون امتداد التسليم الى اخر السنه ان شاء الله، ولكن الحمد لله البرنامج او الاهداف حققت. وهنا اشكر واهنئ مديرية التجهيزات العمومية وكل أصحاب المشاريع الأخرى بالنسبة لعدل غيرها أو ديوان تقرير التسير العقاري اللي حققنا هذا الهدف. بصفة عامة هذه مناسبة لأذكر مرة أخرى أن البرامج السكنية التي نقوم بها في هذه السنة هي البرامج التي هي بحوزتنا وإتمام المشاريع التي مسجلة لدى القطاع على المستوى الوطني. هذه البرامج تضاف إلى كل البرامج التي استلمت وستضاف لها البرامج المستقبلية، لأن الدولة الجزائرية أقولها وأعيد لن تتخلى عن بناء السكن خاصة بالنسبة للعائلات المحتاجة ذات الدخل الضعيف، لن تتخلى عنه وسيبقى بهذه السياسة الاجتماعية، لأن الدولة الجزائرية تبقى دولة اجتماعية بامتياز. نحن على عهد نوفمبر وسنحتفل بنوفمبر على من خلال أيام وفي تصريح نوفمبر الدولة كانت دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية، وسنبقى بكل هذه البرامج المختلفة من مختلف السير حتى نحقق الحياة الكريمة لكل مواطن جزائري، وهذا أقل ما يكون كتطبيقا لعهد الشهداء رحمه الله. ونحن على مشارف الاحتفال بعيد الثورة وما يحمله هذه السنة من العديد من الرمزيات بما فيها الاستبداع الدستور، بما فيها تجسيم المسجد الكبير، بما فيها تسليم عدد هائل عشرات الالاف ان شاء الله من السكنات عبر التراب الوطني. نريده كقطاع حفل جزائري كبير يذكره التاريخ. نريد اول نوفمبر القادم حفل جزائري كبير يذكره التاريخ. وهذا فالجيل ديالنا اللي راه يحقق في حلم المجاهدين الذين اطلقوا ثورة نوفمبر، والذين قالوا نذكر نريدها جمهورية جزائرية اجتماعية.